السلام عليكم. اسبق لي تكلمت لكم على هاد جوج الانواع ديال لي فلتر هادو، اللي هو فلتر سيكلونيك وفلتر اسابل، وكاين فلتر اخر اللي غنوريكم دابا، هذا فلتر اديسك. كتوقع واحد المغالطه في الاسماء، واللي كدير مشكل من بعد ما بين المقاول وصاحب الارض اللي غيخدم الارض الفلاحه ديالو مثلا، اللي غيدوز على كوتاكوت، هو انه كيقول له غندير لك فلتر اديسك اللي هو معروف، وغندير لك الفلتر اسابل. هو المقاول كيعني الفلتر اسابل هو السيكلونيك، ومني كيمشي مول الارض مثلا اللي غيخدم له الارض ديالو بالكوتاكوت، كيقلب في الانترنت مثلا كيلقى هذا هو الفلتر اسابل، كيجي عنده كيقول له انا قلت لي غدير اسابل، ما قلتيش غدير هذا، كيقول له لا ده هو اسابل، هو راه السيكلونيك. وحتى كاين واحد المشكل، فين كاين المشكل؟ كاين المشكل حتى في الديفيرونس ديال لا ديفيرونس ديال الثمن ديالهم ما بين هذا وهذا. دابا هذا كاين اللي كيكون مصاب كتلقى كيصوبوه الناس، كيصوبوه على اليد، كيتصاب كيتحسب ما بين 1000 حتى 1200 درهم حتى 1300 درهم كيتصاب، ولا بغيتي تشري ديال الشركه راه تقدر تلقاها واصل حتى 3000 درهم بحالو بحال هذا. هذا الا جيتي تصوبو على اليد كيصوبو لك ما بين 6000 درهم 7000 درهم، هذا ديال 700 متر، اوكي دابا حنا كنهضروا في 700 متر، وكاين ديال الشركه بحالو كيوصل حتى 9000 درهم 10000 درهم ديال الشركه، يعني كاين الفرق. ما حتى في الاثمنه مختلف، يعني ملي غتقول الانسان غنخدم لك اصابل راه كتعني له هذا ماشي هذا، هذا السيكلونيك، يعني ما خصك دائما ولا توري له ما عرفتيش التسميه، وري له في التصويره. هذه نصيحه كنصح بها اي مقاول غيدخل على شي خدمه، شرح للمول المارشي، قول له ودي راني غنخدم لك بهذا الفلتر وبهذا الفلتر وبهذا الفلتر اللي غندير لك باش كتكونوا تفهمتوا. ولكن ملي كدير السميه قلب على السميه ديالو، لان الا ما درتيش السميه قلت له غندير لك فلتر اصابل وانت درتي له السيكلونيك، وانت ما ناويش انك تغشو، انك اختلفتي معايا في الاسم، راه غادي يجي عندك في التاريخ على حسب انك راك غشيتيه. لهذا كما قلت لكم هذا كيتخدم دائما، حنا ديال لاستاسيو كنديروها، كنجيبوا الماء البير اللي كيتم جاي كيدخل في هذا السيكلونيك، وعاد كنعطيو الفلتر اصابل، وكنديروا فلتر اديسك اللي هو الاخراني. كل واحد كاين اللي ما كيخدمش هذا، كيدير هذا السيكلونيك وكيدور يدير فلتر اديسك، وكيعطي البومبال تاع الكوتاكوت تخدم. يعني انا النقطه اللي بغيت نشير لكم ليها في هذا الفيديو هذا، هو اي واحد داخل على شي خدمه فاش تكون كتعمر الدوفي، قبل ما تكتب السميه ديال البياسه حتى تاكد من السميه الحقيقيه، باش هو الا مشى قلب عليها مول المارشي يلقى السميه اللي كتبتي له هي اللي كاينه، وفاش جيت تخدم له يلقى داكشي اللي كتبتي له هو اللي كاين اللي اتفقتوا عليه، لان راه كاين اختلاف ماشي في السميه، كاين اختلاف في السميه وكاين اختلاف في الثمن، راه الثمن بين هذا كما قلت لكم مختلف على هذا بزاف، بالضبط تقريبا حتى التريبل ما خصك نكذب، على حسب الاثمنه دابا الحاليه اللي كاينه في السوق. لهذا اي واحد بغى يخدم شي مارشي يحاول يتاكد من الاسماء، حتى هذا المشكل هذا طرحوا لي ثلاثه الناس اللي اتصلوا بيا ولقيت عندهم نفس المشكل، وحاولت نشرح لهم بان راه هذا كيتسمى اصابل وهذا كيتسمى سيكلون، غير هو دابا كيقولوا اصابل كيقولوا زعما كيشد الرمله كيسميوه اصابل، حتى هذا الدور ديال زعما يشد الرمله والحجر اي حاجه ثقيله كتبقى عنده في القاع وتخرج من ليه من ديك البانه من ليه، داكشي باش كيسميو. اما هذا كيتسمى الصاب، علاش؟ هذا كيكون فيه الصابل، كيكون فيه واحد النوع ديال الرمله، كاين اللي كيدير له غير لافي، كاين اللي كيدير له الكايكاس، وكاين واحد النوع ديال الرمله خاصه به كدار فيه، داكشي كيسميوه الصابل. تما تكونوا استفدتوا، اللي عنده اي تساؤل يخلينا في التعاليق، دائما خليو لنا في التعاليق باش تولي باش اي واحد يستافد من السؤال ديالك، ماشي انك تجي عندي الواتساب وتسولني بالواتساب، الهدف ديالنا هنا كلشي يستافد وتستافدوا في التعاليق، اما في الواتساب راه كلشي كيسول في الواتساب. لهذا حاول من السؤال ديالك يستافد منه واحد اخر، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، والسلام عليكم.